مبدئياً خلينا نفهم أصل المشروع، وذلك التعاون القيم ما بين الحكومة المصرية والحكومة اليابانية. خلينا بمنتهى الترحاب والاحترام نستقبل سفير اليابان في مصر، السفير تاكيهيرو كاغاوا. Hello, Mr. Ambassador. Hello, welcome, sir. Have a seat, please. معنا كمان ممثلا عن الجانب المصري في الجامعة المصرية اليابانية، معالي وزير التعليم العالي، معالي الوزير دكتور خالد عبد الغفار. أهلا دكتور خالد، أهلا بحضرتك. تفضلي معالي الوزير. سعادة سفير اليابان في مصر، تتحدث العربية الفصحى أم العامية؟ الفصحى. الفصحى. تعلمت لغة عربية في جامعة أمريكية لمدة سنتين، لغة فصحى. وأيضا أنا كنت ساكن مع أسرة مصرية لمدة سنتين، وهذه في مع عائلة أنا تحدثت ما هم إذا بقيت في القاهرة سنتين أم أربع سنوات؟ لا لا لا، سنتين فقط. سنتين فقط، سنتين فقط في مصر. وأتقنت اللغة العربية، يعني أن تفهمني وتتحدث بهذه السلاسة أنت تتقن العربية في وقت قصير جدا. أرحب بك، أكرر الترحيب بك سعادة السفير. معالي الوزير دكتور خالد عبد الغفار، سعداء بوجودك النهاردة، وإحنا بنتكلم عن مشروع